طيب أثناء الإطلاق يعني مشاعرك ما بين الاطمئنان القلق إلين حالة الاطمئنان الأخيرة؟ يمكن بالنسبة لنا قبعة المستكشف دائما موجودة، أبغى أعرف إيش الشعور اللي ححس بي. يعني صح نحن خدنا تجارب كثيرة في جهاز المحاكاة وزي كده، لكن الشعور نفسه الحقيقي مختلف. ويمكن مرحلة التدريبات ما كانوا يبغون نوصل لمرحلة إنه يلا خلاص الآن راح تغادر الكرة الأرضية، دائما كانت هذه هي مرحلة الطوارئ. الحمد لله بعد توفيق الله الأمور كانت كلها ماشية، كل شيء تمام، فخلاص انطلقنا. أول ما بدأنا يبدأ التسارع هذا، يبدأ يزيد الضغط. هذا الإحساس أنا طبعا ما شعرته، أنا لأني باحثة، فشعور الطيران وكيف الضغط العالي كيف يكون، كيف القوة حقت الجاذبية تكون، هذه كلها أحاسيس جديدة. فأنا أقدر أشبهها بأني أنا كأني كنت مستلقية بس فوقي فيه 5 ريانة، يعني هذا الوزن اللي أنا كنت حملته على الصدر. فطريقة التنفس، طريقة الكلام هي اللي أخذناها في التدريب، هي اللي طبقناها. يعني بعدها إحساس انعدام الجاذبية هذا. أيوة. أنا أبغى اللحظة هذه بالضبط. هذا شعور تماما مختلف. كان علي عنده هذيك اللعبة، أنا ما كان عندي غير القلم يعني، فقلت خليني أشيل القلم وأشوف إذا طار القلم. إحنا خلاص وصلنا مرحلة انعدام الجاذبية، برضو الأحزمة اللي ماسكتنا بدأت تطير. تحس إن هو شعور غريب، كأنك في لعبة، بس كأنك يعني عايش موقف جدا يعني عظيم، يعني لأنه خلاص أنت الآن برا الكرة الأرضية وبرا الجاذبية، تحس فقط ب 89% من جاذبية الأرض. فإحساس غريب، كل شيء ترى يطفو. يعني أي حركة دحين أنت تسويها، يعني أول كنا نتحرك نمسك الأشياء نطلعها ننسى، بس دحين مجرد أنت ما تنساها تلاقيها طايرة حوالينك يعني. فإحساس شوية مختلف يعني.